هنا جهاز تنفيذي بننفذ المشاريع من بداية ما احنا خدنا سينا من الجانب الآخر. نعم. دور التوزيع والشروط ده على محافظة شمال سينا ومحافظة جنوب سينا. خلينا أقول لحضرتك احنا الاتفاقية بتاعت إقامة 26 تجمع مقسومة العدد المشروع كله. المشروع كله مقسوم ما بيننا وبين وزارة الزراعة. تمام. والمنفذ لذلك هي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. هاي احنا كوزارة اسكان منوط بينا التجمعات البنائية اللي هي المباني زي الوحدات السكنية. نعم. بخدماتها زي وحدة صحية، مدرسة، نشاط رياضي، كل تجمع لوحده، كل تجمع لوحده هيبقى فيه الحياة الكاملة. خلينا أقول لحضرتك احنا عندنا 7 تجمعات في محافظة جنوب سيناء. تمام. عندنا 11 تجمع في شمال سيناء على أماكن متفرقة ولا طبعاً بنتكلم في جنب بعض؟ لا، أماكن متفرقة. تم دراستها على أساس أن لما يتحفر الأبار. نعم. يبقى فيه مياه وتبقى أرض صالحة للزراعة. تمام. حضرتك كده يبقى عندنا 11 و7 يبقى 18. تمام. يبقى فاضل 8. الـ8 دول حضرتك عبارة عن قريتين للصيادين بيتعاملوا على بحيرة البردويل في شمال سيناء، يعني بجانب ما احنا بنعمل بتعمل الزراعة بيتعمل قريتين. بتكلم قريتين للصيادين. للصيادين. أي. متكاملين، يعني كل قرية فيها 228 منزل متقسمة. كل قرية متقسمة، هم يعني كل تجمع هم تجمعين. كل تجمع مقسوم 4 قرى. نعم. كل قرية من دول 57 منزل. فيبقى معناها كل تجمع بجوار بحيرة البردويل في 228. نعم. حضرتك احنا الحمد لله مع الهيئة الهندسية أوشكنا على الانتهاء، يمكن وصلنا لنسبة أكثر من 80% من المشروع كله، ولا من ال 18 ولا من ال 18 من ال 18 القرى الصيادين واحدة فيهم بدأت. نسبة كام يا فندم؟ عدت 80%. طب هايل هايل. بالنسبة حضرتك للقرى، إحدى القرى بدأت نسبة التنفيذ بدأت فيها وصلت ل 20%. بتاعت الصيادين ولا بتاعت الصيادين؟ القرى اللي وصلت 20%؟ الصيادين. وإن شاء الله بنبدأ في الثانية بإذن الله. يعني الصيادين أيضا من حقهم، يعني نقول للصيادين إنه أيضا متوفر. تمام. يعني مش هنقول فرص عمل بس، لا، ده أنت عندك قرية وعندك كمان. تمام. مكان إقامة. تمام. في كل الخدمات، حتى يمكن في مصنع للغاز اللي فيهم، كل النشاط التجاري حتى البيع وكل حاجة بيعوزها الصيادين في هذه المخططة في هذه القرى. تمام. الزراعة يعني مبدئيا احنا اكتر من 21 سنة لغاية